راشد الشاشعي، فنان من المملكة العربية السعودية، عيش اليوم في مدينة الرياض. ولدت بمدينة الباحة، شأت وترعرعت إلى سن يمكن 13-14 سنة في الباحة، ثم انتقلت مع عائلتي إلى مدينة مكة المكرمة، أكملت دراستي بكالوريوس وماجستير في الفنون في مكة، درست سنتين في منطقة القوعية فنون، ثم انتقلت إلى منطقة الكامل درست سنتين، ثم انتقلت إلى مدينة جدة درست حوالي 20 سنة، كانت منها 12 سنة في مدرسة الفيصلية للموهوبين، مدرسة خاصة بالموهوبين في العلوم. أنا في اعتقادي الشخصي أنه الفنان ما يكتشف نفسه بشكل مفاجئ، وإنما هناك يعني محطات كثيرة جدا في حياته ساعدت وطورت من مستوى فهمه لذاته ومحاولته لإثبات الذات من خلال وسيلة استخدام الفن.